السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. بعد أن انتهينا من جلسات منهاج أنا أتعامل، نحن الآن في جلسة جديدة من جلسات الدعم النفسي. أعزائي الأطفال، بعد انتهينا من كثير من الجلسات، نتطرق الآن إلى الجلسة قبل الأخيرة من منهاج أنا أتعامل، وهي نظرة إلى الماضي. التمرين يلي رح نعمله اليوم، النظرة إلى الماضي، هو تمرين إنه بدكم تتذكروا كل الجلسات اللي أخذناها وتكتبوا لي الشغلة الحلوة يلي تذكرتوها. ماشي؟ جاهزين؟ نعم. فلنبدأ. وهلأ رح نبدأ بتمرين ماذا كنا نفعل. بدأ تكتبوا لي الشيء يلي بتتذكروه من المنهاج كله. تفضل. تفضل. شو النشاط؟ قواعد فريقنا. قواعد فريقنا، تفضل. قواعد فريقنا. شو كان النشاط اللي عجبك؟ لعبات المرآة. لعبة المرآة. يا تفضل. الصعوبات التي نواجهها. الصعوبات التي نواجهها. شو هو النشاط اللي عجبك؟ تمرين أريد وأحتاج. تمرين أريد وأحتاج. وأنت شو هو التمرين؟ مسؤولياتي. أحسنت. وأنت؟ طالب قائد. تفضل. شو التمرين؟ اتبع القائد. وأنت ما هو التمرين؟ الآن سياسي. الآن سياسي، تفضل. you
ياسمين. سين. أحبائي الأطفال، بعد أن انتهينا من تدوين النشاطات اللي تذكرناها وحبيناها، بدي هلأ أسألكم عن النشاطات اللي كتبتوها، وأنتم بتقولوا لي رأيكم. لعبة زينجو ورينجو. قواعد فريقنا. لعبة المرآة. الصعوبات التي نواجهها. كلكم عجبكم؟ تمريض أريد وأحتاج. مسؤولياتي. اتبع القائد. طيب وتمرين الآن يا ياسمين؟ الشكل الغامض. مستويات الصراع. الرسم معا. مواقف النزاع. طيب والقائمون على رعايتي. من هو القائد؟ عقدة. صورة المزاج. شو بدك؟ أحبائي الأطفال، بعد أن انتهينا من منهاج أنا أتعامل وأخذنا رأيكم بهذا المنهاج، هل أعجبكم منهاج أنا أتعامل؟ نعم. وهلأ أحبائي الأطفال، كل واحد منا عنده هدف، صح؟ نعم. وبدأ من خلال هذا الخط أنه تبينوا لي نسبة تحقيقكم لهدفكم. تفضلوا. شو قد هدفك؟ نسبة تحقيق هدفك؟ 20؟ ليش؟ من الصعب علي حلمي يتوقع. صعب انه حلمي يتوقع. هدفك يتحقق. وانت؟ 40. ليش؟ تفضل. هدفي صعب وان شاء الله بوصل له. ان شاء الله. وانت؟ انا هدفي قريبة واريد ان احققها. برافو، تفضل. شقد اخترت الرقم؟ 80%. 80%. وانتي شقد اخترت الرقم؟ اخترت الرقم 100 لان هدفي سامي وان شاء الله بدي اوصله. ان شاء الله بتوصلوا لاهدافكم جميعا، وان شاء الله بتحققوا احلامكم. احبائي الاطفال، اشكر لكم مشاركتنا خبراتكم. فقد فكرنا معا فيما فعلناه في برنامج انا اتعامل، وفيما احببناه في هذا البرنامج، وما تعلمنا من خلاله، وما التغيير الذي طرأ علينا إثره. أما الخطوة الثانية فهي أن ننظر في كيف يمكن أن نستخدم هذه الدروس والتغيرات في المستقبل، وهذا هو ما سنتحدث عنه في المرات القادمة. بتمنى أنكم تكونوا استفدتم من منهاج أنا أتعامل بحياتكم اليومية، وإلى اللقاء في جلسة قادمة.